التقط المصور الهندي البارع سوراب ديساي البالغ من العمر 38 سنة صوراً مذهلة لهذا النمر النادر بالقرب من أعلى قرية في العالم في هيماشال براديش في شمال الهند، وانتظر سوراب لمدة 3 سنوات ليلتقط هذه الصور للحيوان المراوغ المعروف أيضاً باسم الشبح الرمادي في قرى جبال الهيمالايا، إذ قال سوراب: كنت أرغب في التقاط الحيوان بالطريقة التي وصفها بها السكان المحليون، إذ يقولون إنهم غالباً لا يرون شان، وهو اسم نمر الثلج في اللغة المحلية، ولكنه دائماً يراهم. وأضاف المصور الهندي: كنت حريصاً جداً على تصوير هذا الحيوان في بيئته المموهة تماماً، وهي مهارة مهمة تساعده في الصيد. وخاطر المصور الجريء بحياته لالتقاط هذه الصورة، إذ وقف على حافة من أجل أن يلتقط هذه الصورة بهذه النظرة الفاحصة للنمر، بينما كان جسمه مموهاً بشكل مثالي في الخلفية الثلجية والصخرية. وعادة ما يعيش نمر الثلج على ارتفاعات تتراوح بين 3000 و5000 متر في الأراضي الشجرية القاحلة وشبه القاحلة والمراعي،